كشف الياس مهوبي المدير العام لشركة المياه والتطهير للجزائر العاصمة سيال أن الموارد المائية المرتقب توزيعها على مواطني العاصمة ستعرف خلال شهر رمضان المقبل زيادة بكمية تبلغ 100,000 متر مكعب في اليوم. وقال مهوبي خلال نزوله ضيفا بالقناة الأولى إن الكمية المخصصة بالعاصمة ستنتقل من 750,000 متر مكعب في اليوم إلى 850,000 متر مكعب في اليوم، ما سيسمح بسد الاحتياجات من هذا المورد وضمان التوزيع المستمر والمتكافئ لكل بلديات العاصمة. وأشار مهوبي إلى أن التحسن المسجل في منسوب مياه السدود التي تمون ولايات العاصمة وبومرداس ديبازا تيزي وزو والبوليدة شهري نوفمبر وأكتوبر من السنة الماضية سمح بتحسين القدرات الانتاجية لولايات العاصمة وديبازا. وبالنسبة لتغطية موسم الاصطياف المقبل أشار مهوبي إلى أن الشركة تستهدف تعزيز قدرات الانتاج لتبلغ 950,000 متر مكعب يوميا بعد دخول محطات تحلية مياه البحر حيز الخدمة، أهمها محطة الباخرة المحطمة ومحطة المرسى. وأفاد السيد مهوبي أن سيال وضعت في حال شح الأمطار استراتيجية تعتمد على 3 نقاط تتضمن برنامج توزيع 750,000 لتر مكعب يوميا ووضع برنامج استعجالي لإنجاز 217 بئر ارتوازي وتوسيع القدرات الإنتاجية في إطار محطات تحلية مياه البحر، كما وستدخل عدة محطات حيز الخدمة ما بين شهري مارس وسبتمبر من سنة 2022.